فقرتنا الميدانية مشاهدينا مستمرة، ونرجع لموضوع الشباب اللي هم ثروة الكويت وحاضرها ومستقبلها، وهم أغلى ما نملك، وعسى ربي يحفظهم إن شاء الله. إيمانا بذلك يدشن مجلس الشباب الكويتي منصته اليوم تحت رعاية مدير عام الهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل شاهين الربع، وذلك في مؤتمر صحفي يقام في مسرح مركز شباب الدعية. بالفعل إسراء خطوة مهمة وجميلة بالنسبة للشباب، وهي إطلاق هذه المنصة التي تهدف إلى تحفيز الشباب من أجل المضي قدما في تحقيق أهدافهم، وأيضا مساعدتهم في اكتشاف مشكلاتهم والبحث عن حلول لهذه المشاكل. وللتعرف أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا من مركز شباب الدعية مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي. صباحك الله بالخير فهد، وإذا ممكن تحدثنا أكثر عن هذه المنصة وأهميتها بالنسبة للشباب الكويتي. صباح الخير زميلتي إسراء، صباح الخير زميلي نجيب، تحية لكم ولمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيون دولة الكويت. فعلا ركيزة رأس المال البشري والإبداعي اليوم تتجلى بأبهى صور لها من خلال الجهود الحكومية الكبرى التي تبذل بهدف تطوير مواهب الشباب في دولة الكويت وتوفير فرص العمل المناسبة في جانب، وتعزيز ركيزة رأس المال البشري والإبداعي التي جاءت بها خطة الدولة التنموية. بالأمس كان ختام صناع العمل من خلال توفير الفرص المناسبة لشباب وشابات دولة الكويت من خلال التعاون الكبير الذي جمع الهيئة العامة للشباب وجمعية المحامين والهيئة العامة للقوى العاملة. واليوم إنجاز جديد يتحقق من بوابة مجلس الشباب الكويتي من خلال إطلاق منصة مجلس الشباب الكويتي، والتي تعد جسر للتواصل بين مجلس الشباب والهيئة العامة للشباب في جانب ومجتمع الشباب الكويتي في الخارج. سنسلط الضوء بشكل أكبر على ماهية منصة مجلس الشباب الكويتي والهدف منها، وما هو يعني الطموح المستقبلي من هذه المنصة من خلال رئيسة لجنة منصة مجلس الشباب الكويتي جميلة العتيبي. صباحك الله بالخير جميلة، ما شاء الله يعني إنجازات مجلس الشباب تتوالى بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، صناع العمل بالأمس واليوم منصة مجلس الشباب الكويتي. ما هو يعني الهدف من تلك المنصة، وما هو يعني طموحكم منها، وكيف سيتم التواصل مع مجتمع الشباب في الخارج؟ أول شيء صباحكم الله بالخير وشاكرين لكم متابعتكم. أحب أني أنا أبدي أن بعد عدة اجتماعات وتواكبا لخطة الدولة التنموية فيما يخص التحول الرقمي، تم تأسيس المنصة استنادا على القرار الوزاري الذي يحث على بناء جسر وصل بين الشباب والمجلس، وأيضا بين المجلس والجهات الأخرى. ولله الحمد عملنا لفترة طويلة وأنجزنا هذه المنصة، واجتهدنا لوضع أهم وأبرز النقاط في المرحلة الحالية، وسوف يكون للجميع دور إن شاء الله في المنصة. وفق الخطط اللي وضعناها فيما يخص المنصة، سوف يكون هناك عدة مسارات نستعين بها كلجنة للوصول لأكبر شريحة من الشباب للمساهمة في المنصة. ووفقا لشعار الأمم المتحدة لهذا العام في يوم الشباب الدولي، كان تحت شعار التضامن بين الأجيال من أجل خلق عالم لكافة الأعمار. طبعا الهدف من وراء هذا أن احنا ناخذ ذوي الخبرة وندمجهم أيضا مع فئة الشباب بإذن الله، عشان نوصل للي راح يحقق أفضل نتيجة نهائية للجميع بإذن الله. سوف نعمل جاهدين على لجنة منصة على تنسيق من أجل الخبراء، من أجل حثهم أن يساهمون معنا كمساندين بإذن الله في المنصة، ويقدمون لنا مشورتهم. يعني بالنهاية الشباب بدون الخبرات الأخرى موقفنا يصير أقوى معهم بإذن الله، ونتمنى أن إن شاء الله نحقق رؤيتنا كمجلس بإشراك الشباب في المساهمة في بناء الوطن بإذن الله في جميع المشالات. جميلة، يعني اليوم يعني تعاونكم مع الهيئة العامة للشباب في تكريس يعني ركيزة رأس المال البشري والإبداعي التي جاءت بها خطة الدولة التنموية، كيف يعني سيتم بلورة ذلك من خلال مبادرات يعني الشباب وتلقيها من خلال منصة مجلس الشباب الكويتي؟ طبعا الجميل في مجلس الشباب الكويتي ان احنا حاليا اثناء الانشاء وصلنا لثمان لجان، احدهم هي لجنه منصه مجلس الشباب، ويوجد لجنه للاستدامه، للرياضه، لذوي الاعاقه، عندنا ايضا لجان عديده، علاقات الدوليه. يعني
لما يوصلنا ان شاء الله في المنصه، لما راح نستعرضها معكم ان شاء الله مع الانطلاقه، راح تشوفون البوابات العديده الموجوده في المنصه. في المنصه احنا راح يكون للموارد البشريه مالت الكويت باذن الله في مكان للتطوع، علشان الاشخاص تتطوع في وقتها للمساهمه في مجلس الشباب باذن الله. ايضا عندنا مكان للمساهمين المساندين عفوا، انه يعطونا من ذوي الخبره نفس ما احنا قلنا تحت شعار اليوم الدولي للشباب. وايضا عندنا مكان للمبادرات، المبادرات راح تجينا المبادرات ان شاء الله من الشباب، واحنا كلجنه المنصه راح نفرزها باذن الله على اللجان المختصه اللي احنا قلنا موجوده حاليا تحت مظله مجلس الشباب الكويتي، للعمل على هذه المبادرات والتواصل مع الاشخاص من وراء هذه المبادره لتوجيهها للمنصات الصحيحه ورفع الكتب فيها ان شاء الله للتواصل بالطريقه الصحيحه. كيف يعني سيتم تلقي كافه المبادرات يعني من مجتمع الشباب من خلال يعني المنصه، وكيفيه الدخول اليها من قبل الشباب وشابات الكويت؟ عبر البوابه الالكترونيه اللي هي منصه مجلس الشباب، في بوابه في مكان تحت عنوان المبادرات، يدشون هناك يحطون بياناتهم مع التواصل، راح يتواصلون معاهم لجنة المنصة اللي هم احنا ان شاء الله باذن الله نتواصل معاهم نسمع لهم، وايضا ناخذ الكلام المكتوب نوجهه للجنة المختصة، وباذن الله يتم رفع فيها كتب للجهات الصحيحة علشان ان شاء الله تتحول من مبادرة الى باذن الله انجاز. كل الشكر والتقدير للسيدة الجميلة يعني عتيبي رئيسة منصة مجلس الشباب الكويتي، والشكر موصول لكل يعني الجهود الحكومية والهيئة العامة للشباب التي تسعى دائما إلى رعاية الشباب وشابات الكويت، تعزيزا لركيزة رأس المال البشري والإبداعي التي جاءت بها خطة الدولة التنموية كويت جديدة. زميلتي إسراء، هذا كل ما لدينا اليوم من إنجاز جديد لمجلس الشباب الكويتي. نعود إليكم واستديو العالم هذا الصباح. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل فهد التركي، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفتك.